يا أخي، هذا الإجراءات في العزاء من تحديد 3 أيام وتفرغ من الأعمال وجلوس في البيت وقدوم الناس إليه وذبح الذبائح، كل هذا لا أصل له. هذا من البدع والمحدثات ومن الآثار التي تشق على المسلمين. والعزاء مشروع لكن بغير هذه الطريقة. العزاء بالكلام بالدعاء، إذا لقيت المصاب أو اتصلت عليه بالجوال أو بالتلفون فإنك تقول أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر الله لميتك، ولا حاجة إلى إقامة مآتم وإقامة فرشات وأيام وكل، وكونه يزعل مثلا والد الميت يعلم، يقال له ترى هذا ما هو مشروع ولا هو من صالحك ولا من صالح الميت، فيبين له هذا.